يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى إلا عند العبد المؤمن إن يكشط أذي ذو عض أصبع ذو رديو ونسبة ذلك سعبي أما ذي رزقي أما ذي النصر ذاك النصر أما تنجينا كيد الجوغ وانديفو الدفوت وحيا الدفوت هي اندهد السيول وتسوى ذلك صغفي يقاد قويس. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهله مع الله قليلا ما تذكرون. أنا وما رد يرن أوي إوني ضروران إوني ينبرن الصدر بالخالق سبحانه وتعالى. الشرط أي مثل أدين الإنسان لقد قفرد سيد ربهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سيد ربي ما ديجان ويدك كتب عن أبريديس يقرب بويس فذكروني أذكركم ذكر ذيدك ولي ذكر مكثير ذيدك ولي مكثير. سيد ربي سبحانه وتعالى ما إلا يذيش أي مكيو غرن ذشو مكيو غرن أفخيرا في ذات عشر دوني ذات عشر دوني ذات عشر يخف وكي كثر أبو بحر السماغ مدام ذات عشر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كايت مثل إن السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام أكون سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. لأن شنو قال روح فرعون ذا غنى إن يسول سواد أقليذ سلغ وتوينه. الله أكبر. أنت مثل ما إلا سيد ربي لكي ينكي زميلنا ولكن ماذا قلت خرفة بريد سيد ربي سبحانه وتعالى أني غمرك زميلنا خصوصا كان سيدنا ابراهيم الخليل يتمثل وكان في عبد الله كنت كلام دقيقه جيم هذا الشمسلاي ذا شو اسمنا القومينيس وفدريد عبدنا الاصنام وذا ذاس بالذات ازر اذا تيك صنعان اك صنعان تماثيل صنع ازران وكان يعبدنا كان يوثن كانت لي ديالو اسلم يا بريد ربي الواحد الاخلاق لا اله الا هو ولكن أهيم هذا تبعا يقال سيد ربي سبحانه وتعالى في لاس ذي سورة الأنبياء وماشي لقيم السورة ذي ديودة يقال ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. الناس أمام الذفاس أمام ذا القوميس ذا شوفنا بالأصنام جيم تماثيل جدا إذا عبد مكان ذا شو مسنا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ننس مفدي فذا النوع درجدنا عبد تم وذا النعبد وثبارد الحجام ورلارد الجواب المقنع وفدي بوي ينسل فغني وفريد وفدي بوي ينسل نكرم سيدي ربيع ونكرم تلاذ الاثنين سيدنا إبراهيم الخليل الثقة قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أما ذكر مما مدينة مثل الدرجدو ذنوق لكم فهمي وفريث صغم لهم تشون سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ثبعا أين عبدن الجدود السن ذو فريث من الضلال عبدن الإصنام ننس أهترام ذو الحق يغدو وإذا نغد تمسخر تمسخر فلان قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال ابن ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. سيدنا إبراهيم الخليل أكني ولا سعان العناد أهين باش يعني أذي صغنوي أدغين العبادة الواحد الأحد إنيس وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يقول صربي إنيس أذونا الزمران أصنامكم حشم أرثو خرمسيكي. الله أكبر. أمشي نخدم يقاتل ربي قويس
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يروح يلزمك الإسلامي حشي منهم قرآن إجيس الرجيم نسي من يلزقني على قصة يديس إنيسة أنا القصة وإنهم أثير زارة سبحان الله ما قد كان ده سدوث مسال المذن بعد هكذا وغاين الإسلام ينسنوا فند الرسول مرة يرث ده بار قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. أنا وكان الخلم أنا كان الآلهة نو وقيل الظالم وقيل خلم أنا كذا مسلتاكي انتقد ماشي ومتسيسي سيانة سيدنا إبراهيم مدينة والله لا أكيد أن أسلامكم بعد أن تولوا مدبرين يقول الناس أرض رصد الإسلام الأول حشم أرث وخرم انتقدوا إذا نسي ناس قالوا سمعنا فتى نسلاني يوني المزين سيدنا إبراهيم دين المزين يمد لامد إذا عملوا لدى سيد ربي ذي مزين قلنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يدرد من سرية سمي يدرد الأسلام جيم وجن سريس إبراهيم الله أكبر. دشوا سنين قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشاهدون إن يسوي تدا إذا جينا تزف من الدم غض أنوية سلتين انتقل غروس. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم الناس إذا شنو خلنا أنت سلتين مثل الآلهة النغم يا إبراهيم إن يسلا يوهغروس قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون إنس دواجين خطط السماء القرآن من أنا ميقع لغة غرزيني إيجاتوا ثير زرع إنس دواجين أنا ثير زرع مرة إنس سيد سماذا قلنا أو مدر نوال مهدر. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وغين خلاص إن الناس زرد له الدرن الوجين أمكلا أذن السهر. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إنس أمكلا أذن قذن سيد ربي أي أكن نفعا أكن مصدرا إنس ضغط سعمل عقل قلوين ذا شو مسلم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ننس حرق فتس فانصروا الآلهة الأول الله جهيان يثمثل وفندي مو ينسن عبدن الإسلام لقذتنا عبدن وقبيلة لهم وأذو خرنا فين خدمنا جدوث نسن ما أنشتكي مرانا فنسعيش لجميع العصور مرانا أكل لا تثمسي جنتي لجدوث قدرين مظالان وبنستو خرنا يغاشين الله أكبر أمك أرديني فاك إسخدم انت عم صوريه ذخل جيوث تمرث إن بعد أدفذ عرض أذى استغضوي أسخدم ذو لذي الشيئين أنشتكي دي حرام أري جوزلان أكي الزغر يصغر جهنم يموت عم صوريه إنسان ذا عم صوريه إسخدم تصفين ذخل المجتمع ديني سمرية روح فصلت يسروح زكاة يسروح الحج يسروح صدقة نسوق كل شيء يروح مرة ولكن الشيء ماذا قلت تبع هذا بدنيك فاكني الدينيك مرة يروح أنك هذا فقف يوم أتبع هذا ينجل الجدودي أين هي اللان بقفرين نسيد ربي ماذا قلنا تبع هذا العالي أكن خدم السلف الصالح هذا نخدم يكتب على بلد نسيد ربي ولكن ماذا قلت فقف الجدودي خباني وفرد نسيد ربي وإذا قال لا بذني تبع يوم رأت سيد ربي تبعيون ذنبي صلى الله عليه وسلم إن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذ انتسكن نذبا لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثير كعيد مثل إذ إن الناس حرقت إبراهيم حرقت السنصر من آل أنول الله أيث مثل جمعان أصغر مشيد شويت بعد كان الناس يحججوا مشيد ينفرون روحوا في قلط غثي مس إبراهيم عليه الصلاة والسلام شدت وذقرت غرفين مستيس ولكن أهتر أن سيقال أهتر يا خيا أهتر يفغيث يا أخي نناد ماذا بالله إلا سيد ربي ذيك أنوال ثبوذ العروة الوثقة ولا شو يسيس برن ولا شو يدي كان نيقس دواس مرام الخلقين سمرام كذي العابدين
يولدي كرنيس على كل شيء قدير وذي في غير يعقيل إنس حسبي الله ونعم الوكيل بركيسي قربي إذن تسري من عند شكير في الناس إصبة جبريل عليه السلام غربورس يا إبراهيم إنك رخمة إنس لا غربور كشيني ملا إنس غرسي قربي نعم إنس بعو يسير إنس علمه بحالي حسبه عن سؤالي خطر يسير سيدربي المدينة حسبي الله ونعم الوكيل إنس يزرد شو ما لي ضروري يدي يعلم شو أشتاه الله جبريل عليه السلام خذت كلمة مثلا لو كان يقول ثم سنين خمسة كسيون يفرن ساتس ولكن دشا سنين المشركين السنين يسعى الزهر يوخ دواغو لو كان دفك سيد ربي لهوان السنين يسعى الزهر براهيم فلا لهوان متسس ثم سنين ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى إن صريف سلقدر ينسى أين سوزي لذلك وذي يسعى لعبد الحجة أكو فهيم يونيز لنا ذا تخبر حاجة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى إنيسي أثي مس إدي تكن الحق والصغاين إفكاز دا سميض ذا السلام إبراهيم يانا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أثي مس إلي كمز ذا سميض ذا السلام لإبراهيم قمت العلماء لو كانوا ديننا يا إبراهيم يقالت كان يا إنت كان يا نار كوني برد وسلاما وتعود على الصلاة مسددون زيت حماية الصلاة شوي ثورت صغار ضصم ذاتك ولكن ثمسة تجد إخمس كان لإبراهيم المعجزين لإبراهيم فقط أج ثمسة وتصغر ضصم ذي استفكى نعم أخطر الجند سيدي ربي سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو حشد شك زران شحال الجنود ديك ساعة أما ذي العباد أما ذي ثمس أما ذي بحار أما ذي قد ذي لهو أما ذي الشجر ذي الحجر أكل الجنود سيدي ربي مرة غيث مثل قرد العلماء ذا شو ما تصرف ثم سنين ذي لكن سيك شد يسي شد لكن إبراهيم شكيد وانا تصرف يبقى في كيس ديانا يستكى ينجاد سيدي ربي سبحانه وتعالى إبراهيم وبيكين شخص من تخزابي ثم قرد يقال سيدي ربي فلسل سبحان الله هذه قال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فغانا سخن من تخزوي إن فجعلناهم الأخسرين ودينا فجعلناهم الخاسرين معناه بخسر يخسر إن ولكن الأخسرين ولا شيء يخسر من أذني ولا شيء زمان يخسر من أذني الأخسرين وإن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وإن جاثي دينا ونجيناه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وإن جات سيد ربنا سيدنا إبراهيم الخليل أكان يثمثن وإن سعد سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى أكان الذي ينجو ماشي حشان الأنبياء والرسل يدي ينجو سيد ربنا ولكن ويدي مؤمنين اكتبع عن سيد ربنا اكتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقومن يقضوا عن سيد ربنا يقضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثنين ينجو وكذلك حق علينا ننجي المؤمنين إلى ذي حق في اللي غادي نجوغ المؤمنين الله يقرب سيدنا يونس عليه السلام فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك أذن جوغ المؤمنين دون إثمارة أما كان ننجيغ يونس وعبد حوثيه أما كان ينجسد سيد ربي سيدنا إبراهيم أذن ينجو كل إنسان مؤمن يقضو عن سيد ربي يقضو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقعس المحارم وخلاق سبحانه وتعالى وتعدل في الحدود ربي للحد بفريدس المستقيم نديف غيري نديف غيري توطف نديف غيري للثوري الدنيا أما يهلك أما يسعى أما ينضر أين يفغني لي أرفض عقض يا رب يا رب وتسوى ذلك شغل لك ديالة وين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أرجع ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع ربي من الذين استمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.